مرحبا يا صغار، كيف حالكم؟ أنا صديقكم جوجو، وهذه صديقتي جنان. أرجو أن تستمتعوا معي اليوم في يوميات جنان وجوجو. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كانت هناك أميرة صغيرة وجميلة اسمها جنان. وكانت الأميرة دائما تلعب مع ألعابها الجميلة بعصاها المضيئة. وفي أحد الأيام، وبينما كانت جنان تلعب مع دميتها الجميلة، لاحظت شيئا غريبا في عصاها، فلم تكن تدرك أن هذه العصا هي عصا سحرية. جنان، لقد تحولت دميتك إلى أسد، إنه حيوان مفترس، أسرعي وأعادي ضربه حتى ترجع من جديد. ما أجمل هذا الأرنب الأبيض يا جنان، انظري كيف يأكل الجزر. جنان يا صديقتي، توقفي عن اللعب بهذه العصا، هي لم تعجبني. ماذا فعلت لي يا جنان؟ لقد حولتني إلى ضفدع، هيا أعيديني إلى حقيقتي من جديد. لماذا يا جنان؟ ألم تجدين حيوانا آخر تحولينني له إلا هذا الضفدع؟ أرجو يا أحبائي الصغار أن تكونوا قد استمتعتم اليوم معي بهذه القصة الجميلة، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم منها. لا تنسوا دوما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، مع صديقكم جوجو وصديقتكم جنان.